ممكن تعرفنا عليك والتاريخ الزملكاوي وايه الملف اللي انت شغال عليه؟ انا اسمي احمد خيرت حسنين، عندي 31 سنه، حاصل على بكالوريوس اداره اعمال من الجامعه الكنديه، عندي شركه دعايه واعلان وتسويق، وشركه برضو بتشتغل في مجال تنظيم الحفلات والمؤتمرات وما يخص الاكتيفيشن والايفنتس، وشركه اخرى مجال الصناعي في التوكيلات التجاريه واللبس ومصانع اللبس ببراند مصريه بمواصفات وكواليتي عالميه. علاقتي بنادي الزمالك تبتدي من وانا عندي 4 سنين في مدرسه السباحه لحد ما وصلت للفريق المقيد بالنسبه لاتحاد السباحه، وشاركت في عده بطولات سواء في بطولات مناطق او بطولات على مستوى الجمهوريه، وحققنا كجيل 91 بطولات كتير جدا باسم النادي، وعارفين يعني ايه نادي الزمالك ويعني ايه ان انت يكون عندك انتماء للنادي ده، وكنت في فتره من احسن الفترات اللي مر بيها نادي الزمالك من وجهه نظر انا، يعني اللي هي كنا حاسين بيها بقيمه النادي فعلا يعني. فدي حاجه سريعه جدا عني انا بالنسبه للملفات اللي ان شاء الله اكون موجود فيها وسط المجموعه المحترمه اللي موجوده في قائمه الكابتن حسين لبيب، المكلف بيها بحكم عملي وبحكم خبراتي اللي موجوده في المجال ده، اللي هو ملف التسويق، وملف اخر بتاع ما يخص الاعلام، ملف الاعلام، وملفين تانيين بيخص الرياضه وقطاع الناشئين بما يخص العاب الصالات وما يخص الالعاب الفرديه، بما اني ابن قطاع السباحه وحافظ ودارس كل حاجه فيه، وقضيت من سن 4 سنين لحوالي 15 سنه جوه القطاع ده، فعشت وقت كتير قوي ودرس وحافظه كويس قوي يعني. فان شاء الله ربنا يقدرني واكون اقدر اشارك مع المجموعه المحترمه، طبعا مش الملفات دي كلها لوحدي يعني، بس قصدي بالمشاركه مع اعضاء في المجموعه باذن الله. يعني ملاحظه انه اختيارات القائمه الموحده بتبقى من ابناء النادي واللي فعلا عايشوا جوه النادي، مش يعني استيراد من بره او مش حد كله جاي من النادي. فبرضو عايز اعرف منك انت كواحد عشت في النادي وعشت في الرياضه، ايه رؤيتك؟ يعني انت كنت بتقول عايز تعمل ريبراندنج للزمالك، ايه رؤيتك بقى للي جاي؟ طيب ارجع للنقطه الاولانيه في اللي حضرتك سالتي عليها، اللي هي لازم يكونوا من ولاد النادي وعارفين النادي كويس قوي، عشان هو ده هدف المجموعه. هدف المجموعه ان انا استعاده هويه نادي الزمالك واستعاده النادي اللي احنا فقدناه في السنين اللي فاتت دي كلها. فهتستعيده ازاي؟ لازم تكون تجيب الناس اللي عارفه اصل النادي، اللي عارفه ايه اللي احنا اتربينا عليه، عارفه يعني ايه انتماء وحب للمكان ده وحب للكيان ده، وازاي ان انت تبقى شاركته جواه وكسبت وخسرت ودفعت ووحت مع حد، لا انا احسن لا انت احسن، والناس اللي حققت انجازات مع النادي ده وعارفه قيمته وعارفه يعني ايه نادي الزمالك بالظبط كده وبتحارب عليه. فده الهدف الاولاني في مكان كابتن حسين بيتكلم مع الناس او بيشوف، هو ده اللي هو عايز يلمسه. اولا ان انت عندك حماس كبير جدا تجاه النادي وبتخاف عليه وبتحب النادي وانتماء اصلا، وعندك يعني ايه زمالك، يعني ايه الزمالك اولا، سلوجن فعلا بمعنى الكلمه ان هو يعني ايه الزمالك اولا. فده كان الهدف الاولاني بما يخص المجموعه اللي موجوده. في فكره بقى البراندنج وفكره الريبراندنج، نادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في خلال السنين اللي فاتت دي كلها، ان احنا فقدنا قيمتنا التسويقيه في كل حاجه، يعني فقدنا قيمتنا رياضيا اجتماعيا ثقافيا في المجتمع باسباب كتير قوي، يعني باسباب بقى اداريه، باسباب تخبط، باسباب قضايا، باسباب لعده اسباب كتير قوي مش عايزين نخش فيها يعني، بس ده الوضع الحالي اللي احنا فيه. فبدايه اي تطوير واي استثمار واي تقدم للنادي ده لازم الاستقرار الاول، ولازم تستعيد اللي هي الحاجه السهله. الحاجه الصعبه ان انا انشئ براند واقويها، لكن الاسهل هي دي اللي دلوقتي الحمد لله نكون موجودين فيها، ان انت زي ما بيقولوا كده تشيل التراب اللي اتحط عليك على السنين اللي فاتت دي، وترجع تظهر النادي بشكله والايمج بتاعته الحقيقيه اللي هو يستحقها اصلا. من هنا تبتدي انطلاقتك بقى، اللي هو انا الزمالك. انت عايز تعرف ايه هو الزمالك، فانا هقول لك الشكل بتاعه كده، بيتقدم كده بقيمته دي، مجلس ادارته بالشكل ده، بيتكلم كده، ان اعضاء مجلس الاداره بتاعته بتفكر ده الاستثمارات والملفات اللي بيشتغلوا عليها، ده القطاعات اللي بيحاولوا يستثمروا فيها ويعملوها، واللي هم بيحاولوا يطوروا النادي فيه،
تطوير العلاقات الداخلية والخارجية بتاعتك انت، وازاي يكون شكل علاقتك مع كل الـ 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 الأطراف بشكل يليق باسمك وبقيمة نادي الزمالك. الخدمة اللي بيحتاجها أعضاء الجمعية العمومية من خدمات اجتماعية وثقافية و والرقي الزملكاوي اللي هو موجود.